أهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى نعمل مع بعض الكعك الدايب الناعم اللي الطريقة بتاعته عمركم هتغيروها أصلا، بكل تكاته وحركاته وكل تفصيلة فيه. هنشوفه مع بعض النهاردة بأسهل طريقة وإن شاء الله هنجح معاكم من أول مرة. مفيش حاجة اسمها الكعك ما طلعش بيدوب، ما طلعش ناعم، ما طلعش الكلام ده كله، نسوه خالص وجربوا الطريقة دي. الطريقة دي أنا أصلا كتباها وما بغيرهاش أبدا، فأنتوا جربوها كمان هتعجبكم جدا بكل حذافيرها. هنعمل النهاردة الكعك على السخن، وإن شاء الله بقى ننزل لكم فيديو تاني الكعك على البارد عشان نبقى كده رضيت كل الأذواق. شايفين ناعب قوي 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 وبيدوب كده وبيتفرفت في إيديا، مش مستحمل إيديا أصلا. الطريقة دي هتعجبكم إن شاء الله. تنسوش بقى لو أنت أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي إيمان جمال. تنسوش أنكم تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تشتركوا في القناة عشان تشوفوا باقي الوصفات اللي هنزلها، استابلي والبيتوفور الناعم وغريبة ماربل، وكمان بسكوت القمع وبسكوت المكنة وبسكوت حبة القهوة زي ما انتم شايفين اهو. كل الوصفات دي هنزلها لكم ان شاء الله الايام الجاية بإذن الله، بس ما تنسوش انكم تشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان لما نزل اي وصفة من دول يوصل لكم اشعار ان انا نزلت الوصفة، وتتفرجوا على الفيديو على طول. يلا بينا بقى نشوف اول حاجة هنعمل ايه. اول حاجة بعملها من قبل ما ابدأ في اي حاجة ان انا بجهز كده الحشوة واشيلها في التلاجة. الحشوة عبارة عن ايه؟ عبارة عن ملبن. انا جبت كيلو من الملبن وقطعته زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليه روايح. روايح دي بتتباع في اي مول واي وعند اي عطار وفي كل حتة اصلا اليومين دول، هو اصلا ده الموسم بتاعها. وبحط كده على الملبن شوية من السمسم وشوية من الروايح دي، ومش بستخدم عليه سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة من الكلام ده خالص، بخليه خفيف كده وحلو، وكفاية السمنة والزبدة، السمنة قصدي اللي موجودة في الكعك نفسه. انا هنا بدهن ايديا شوية من الزيت علشان اكورهم زي ما انتم شايفين كده، عشان يسهل عليا التشكيل، عشان ما اقعدش ساعتين ثلاثة اشكل في الكعك. لا، سهلي على نفسك واعملي زي ما انا بعمل كده وخلصيهم وحطيهم مدورين ومكورين وحلوين كده، حطيهم في التلاجة لغاية ما العجينة بتاعتنا تجهز معانا. نشوف بقى عجينتنا الحلوة عبارة عن ايه. اول حاجة عندي كيلو كده من الدقيق، ده دقيق جميع الاغراض، وعندي كوبايتين من السمنة. طبعا هحطها في حاجة ألمونيوم كده علشان هخليها تغلي دلوقتي، ومعلقتين كبار كده او 3 معالق على حسب الرغبة من السمسم، ومعلقة ممسوحة من الخميرة، معلقة كبيرة ممسوحة، والمية 200 ملي يعني مج، اللي هو مج بودن اللي موجود في كل بيت، ورشة من الملح، و3 معالق كبار من السكر مليانين. وطبعا روايح الكعك ما بحطش بيكنج باودر خالص في الكعك علشان الرسمة بتاعته والنقشة اللي احنا تعبانين فيها وهنعملها ان شاء الله مع بعض في الفيديو ما تروحش خالص، فما تستخدموش في الكعك بيكنج باودر خالص. اول حاجة عملتها ان انا حطيت على المية، حطيت السكر وحطيت الخميرة وهسيبهم يتفاعلوا كده مع بعض. طبعا المية تكون دافية. استخدمت مية ليه هتسألوا اكيد؟ استخدمت مية عشان عاملة الكعك بدري، لو استخدمت حليب الكعك ممكن يبوظ مني بسرعة، فانتوا لو هتعملوا زي كده بدري استخدموا المية الدافية وبيبقى زي العسل، وعايزة اقولكوا ان طعمه كان تحفة. هنا زي ما قلتلكوا انا غليت السمنة كده على النار، وحطيت على الدقيق رشة الملح والسمسم، ونزلت بقى كده بالسمنة على الدقيق وقلبت. طبعا مش هقلب بإيديا خالص دلوقتي، هقلب بالمعلقة، وبعد كده لما يهدى الدقيق كده شوية بيكون يعني لسه فيه سخونية شوية، بس أنا هستحملها يعني. قلبته كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده لازم ان انا استخدم ايديا في اني افركه كده زي الرمل. الخطوة دي مهمة جدا جدا، ما ينفعش كعك من غير ان احنا نعمل الخطوة دي. الخطوة دي مهمة، اهم حاجة اصلا الخطوة دي هي اللي هتخليه ناعم ودايب كده. لو نسيتوها مش هيكون كعك خالص، هيكون معاكم قرص. بنفضل نفرك كده، بنختبر بقى قطعة كده في ايدينا بنضغط عليها، لو اتضغطت وبقت كتلة يبقى هو كده خلاص القوام مظبوط، واصلا المقادير دي مظبوطة فاطمنوا، فانتوا اشتغلوا فيها على طول. هنا لما سبت الخميرة مع المية والسكر شايفين تفاعلت وبقت حلوة ازاي، بس خلي بالكوا المعلقة مش مليانة، معلقة كبيرة ممسوحة عشان برضو ما يخمرش قوي والنقشة تروح. جبت بقى روايح كده، الروايح بقى اللي انتوا تحبوها، انا حطيت روايح موز، انتوا ممكن تحطوا ريحة برتقان، ريحة فانيليا، الروايح اللي انتوا حابينها اصلا، انا بحب ريحة الموز. قلبت بقى كده زي ما انتوا شايفين، وهستخدم بقى ايديا في اني اعجن. مش عايزين نعجن كتير علشان ما يكونش عرق، فاحنا يا دوب بنعجن كده
لغاية ما يتلم معانا العجينة، وبنختبرها وبنكورها كده وبشوفها بتشقق ولا لا، عشان لو شققت مني بروح ضيف لها شوية من المية كمان، ولو بتعجنوا بالحليب ضيفوا لها شوية من الحليب. لازم توصل معانا للقوام ده. كده بقت معايا زي الفل، هسيبها بقى ترتاح تقريبا ساعة كده لغاية ما تخمر كده شوية علشان اعرف ان انا اشكلها. هنا طلعت بقى الملبن من التلاجة وهبتدي ان انا اشكل. خدت قطعة كده وحطيت في قلبها كورة، شايفين السهولة؟ والله عايزة اقول لكم ان انا النهاردة يمكن عملت تقريبا 3 كيلو، خلصتهم في ثانية، ما خدوش مني وقت خالص، عشان طبعا الملبن كنت مجهزاه زي ما انتم شايفين اهو، ما خدش مني وقت بقى خالص في التشكيل. هوريكم بقى شوية كده اشكال للناس اللي بتحب بقى تشكل والحاجات الحلوة دي اللي احنا اصلا بنستناها من السنة للسنة. هنا مش باينة شوية عشان الإضاءة، هقلل الإضاءة شوية وحوريكو النقشات اللي أنا عملتها. هنا دي أول نقشة، هنعمل طبعا نقشات كتير أو مع بعض في خلال الفيديو زي ما هتشوفوا كده. طبعا الملبن انتوا حابينه الكرة كبيرة الكرة صغيرة، طبعا كل ده على حسب الرغبة. شايفين هنا أنا بعمل بالمنقاش، النقشة دي بالمنقاش هي المحببة لقلبي، يعني ما بحبش اللي هي الطوابع، ما بحبش اللي هي الحاجات اللي طالعة دي اللي يدوب تطبعي بيها كده الكعك وكده، ما بتبقاش أصلا ظاهرة بعد ما بيتخبز. المنقاش أحلى وأفضل حاجة ممكن تعملي بيها الكعك، زي ما انتوا شايفين الأشكال دي. ممكن الناس اللي هي مش إيديها مش واخدة على المنقاش ممكن تعيدوا الخطوات وهتعملوها بكل سهولة. شايفين المنقاش بيخليها شكلها حلو ازاي. اهم حاجة ان احنا بنضغط كويس جدا علشان تبقى بارزة، علشان في الاخر لما تستوي تكون لسه بارزة، ما تروحش خالص وما تبقاش ممسوحة كده، عشان كمان لو انتوا هترشوا سكر بودرة ولا حاجة تعرف الكعكاية انها تشيل السكر ده عشان يبقى شكلها حلو يعني. وده شكل كمان زي ما انتوا شايفين، بعمل كده زائد في النص، طبعا واضح قدامكم كل حاجة. يعني الناس اللي هي ما جربتش المنقاش جربوه، المنقاش ده من أيام جدتنا زمان أصلا، يعني قديم قوي، وهو فعلا أحلى حاجة. هنا بقى بعمل نقشات كده ميلة زي الزجزاج، ميلة من الجنب ده ومن الجنب ده كده زي الزجزاج. عايز أقولك شكلها تحفة، وانتوا بتعملوا الحاجات دي بجد والله هتحسوا بمتعة فظيعة. للناس بقى اللي بتحب النقش كده على الكعك وكده هيتبسطوا جدا. هنا بقى بعمل حاجة كده زي الكروهات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الحاجات دي بقى للناس صحاب المزاج، الناس اللي هي بتقول لي انا لسه هعمل كده، لو سمحتوا لغاية هنا كده اطلعوا من الفيديو، انا هحط في الفرن بعد كده، ما تكملوش الفيديو لو مش حابين. الناس بقى اللي بتحب تتفرج على النقشات والحاجات دي فكملوا الفيديو للآخر، الفيديو هيعجبكم ان شاء الله، والوصفة تحفة والله. يعني بعد الفطار كلت منه والولاد كلوا منه وكلهم كلوا منه، عجبهم جدا، والكعك بيدوب كده في البوق. بس طبعا انا هخبيه منهم وهشيله كده لغايه طبعا ما يوم العيد كده الصبح، مش هبينه لهم تاني خالص. لازم نعمل كده، انا حبيت ان انا اعمله بدري علشان طلبت مني كتير الوصفه بتاعه الكعك، فانا قلت بقى اعمله بدري. وان شاء الله الاسبوع ده هحاول ان انا انزل لكم برده وصفه البيتفور وبسكوت المكنة وبسكوت القمع والبسكوت اللي من غير بيض كمان. الناس اللي هي ما بتحبش البيض في البسكوت هعمل البسكوت اللي من غير بيض، وهعمل كمان البسكوت اللي بالبيض والبسكوت اللي بالسمنة وبسكوت الزبدة. ولو حابين كمان ممكن اعملوكوا البسكوت الاقتصادي خالص اللي من غير لا سمنة ولا زبدة ولا بيض، بسكوت بالزيت وبيبقى تحفة برضو وطعمه حلو قوي برضو. لو حابين انا ممكن برضو انزل لكم الوصفة الاقتصادية دي. هنا بقى كعكاية على شكل ورقة الشجر، مش بقول لكم هنا اللي بيعمل الحاجات دي بقى اصحاب المزاج اللي هيقعدوا وينقشوا بقى ويعملوا الاشكال الحلوة دي، هم اصحاب المزاج. شايفين الاشكال الحلوة ازاي؟ انا طبعا مقللة الاضاءة شوية علشان تقدروا ان انتوا تشوفوا البروزات اللي انا عاملاها بالمنقاش دي، لما بزود الاضاءة مش بتبان خالص. شايفين؟ طبعا برصهم كلهم كده على صاج مدهون طبعا زيت، في ناس مش بتدهن زيت،
بس انا بدهن دهنه خفيفه كده احتياطي يعني عشان ما يلزقوش وخلاص. هنا مليت الصاج كده وكمان صينيه. يعني عايزه اقول لكم ان الكيلو بيعمل كتير قوي، يعني ممكن يعمل 100 كعكايه وزياده كمان لو انتوا عملتوها صغيره. شايفين النقشات، هسيبهم بقى يخمروا. وزي ما انتوا شايفين كده سبتهم يخمروا ساعه، طبعا الجو حر فهي ساعه كويس جدا، الجو خلاص ابتدى ان هو يحرر، مش محتاجين ان احنا نسيب الكعك كتير قوي علشان النقشه بتاعتنا ما تروحش، هي ساعه وخلاص على كده. او لو هتعملي كميه كبيره ابدأي باول صاج عملتيه، لو هتعملي مثلا 3 كيلو او كده اول صاج عملتيه بعد ما تخلصي على طول بيكون اصلا خمر. هنا بعد طبعا ساعه الكعكه تمسكت كده وبقت منفوخه شويه، هسخن الفرن على درجه حراره 180 وادخله على الرف الوسطاني، بياخد يدوب بس 15 دقيقه، واخر والخمس دقائق اللي بعد ال 15 دقيقه بشغل الشوايه على الهادي، وبفضل بقى اظبط لونه بقى زي ما انا عايزاه، عايزاه فاتح عايزاه غامق. يعني بياخد معايا في الفرن 20 دقيقه بس، ما تزودوش عن كده علشان الملبن من جوه ما ينشفش. لو زودتوا عن كده هتلاقوا ان الملبن بقى ناشف والقعر بتاعه من تحت برضو بقى ناشف وطعمه اصلا راح. شايفين بقى دايب ازاي؟ دايب خالص، وهيعجبكم جدا، واثقه ومتاكده انه هيعجبكم جدا الكعك ده، وهتجربوه ان شاء الله مش هتبطلوه. اكتبوا الوصفه دي عندكم واحتفظوا بيها زي ما انا عامله بالظبط، الوصفه دي مش بغيرها ابدا، يعني ولا تزودوا حاجه ولا تنقصوا حاجه، وما تستخدموش بيكنج باودر، الوصفه مش محتاجه بيكنج باودر خالص. انا عن نفسي هي دي المقادير بتاعتي اللي بعملها كل سنه، ودي بقى الكميه كلها بتاعه الكيلو. يعني الكيلو تقريبا في الاخر كده بالملبن بكله لما توزنوه ممكن يطلع لكم 3 كيلو. انا مش عارفه ازاي الناس بتشتريه من بره مع ان هو مش مكلف خالص، وكمان بيدينا كتير كميه حلوه يعني، ومن بره اصلا مش هيبقى احلى من ده. فانتوا جربوا، ولو ما عملتوش مثلا بسمنه البلدي ممكن تعملوه بالسمنه العاديه براحتكم خالص. وبس كده الفيديو بتاعي خلص، ودمتم في حفظ الله.